بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اجمعين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قدر ما نقول الحال ان صالح نلقاه زايد بله وما لقينا البدايه ولا ظهرت مقامنا العله. المؤمن مصاب وكان عدم النفس في انزله وشيل الشيله يا اخي ورجع المدد من الله. انا بشكر انصار السنه وبشكر السولفيين وبشكر حزب الامه واي حزب جاء قاعد في الساحه دي جاء يتكلم في الساحه دي ورى الناس حقيقته شنو اي حزب. لكن انا بعمل في الجامعه الاسلاميه دي حوالي 10 سنة من الاحزاب دي ما لقيت زول جاء بيتكلم كلمه بتاعت حق. يعني يقول يا اخي اتكلم لنا في الصلاه، اتكلم لنا يعني قبل 3 يوم صلى بينا واحد من الطلاب هنا في صلاه العصر، للرقعه الثانيه قام نقول سبحان الله لا عرف يقوم لا عرف يقعد، خلاه احنا جايين الجامعه ده كله ما فاهم اي حاجه. البتمنى من نصارى السنه كتر خيرهم يعني والصوفيه والسلفيه ولنا ننزل اتحدوا كلهم يتكلموا لنا عن شنو عن السنه، ما ادري منهم النبذ الحدي ما ادري. لكن والله يا جماعه ان احنا قاعدين هنا بنشوف من بعض الطلاب والله في خساره ده ما عارفين، الواحد يعرف يجلس كيف لا يعرف صلاة، يعني ما تعرف ذات صلاة بتاعت شفقة ولا صلاة بتاعت شنو ما تعرفها يا جماعة. نحن مشكلتنا يا جماعة أساس الدين عشان نقومه من هنا. الطالب ذاته يمشي يخش محاضرته دي يكون عارف يا أخي لما تقول له يا أخي أنت جو صلاة المرأة ما قلت لفت لك ما يقول لك فلان قال، يكون عارف أنه الزول ده من جات من وين، أساسه شنو، صحته شنو. فش اللي بتمنى من أخونا مزمل وأخونا شهاب الحلقة تكون يعني فيها جزء في الجامع، عشان بتمنى ان يكون في حلقه في الجامع ويوروا الناس في خاصه الحاجات الابجديات، يعني زي ما قالوا شنو الناس تعرف الكلام. لانه والله العظيم يا جماعه انا قاعد زي ما قلت لكم 10 ولا 12 سنه هنا بصلي في الجامع ده، يعني تتاسف النزول في جامعه مدرمان الاسلاميه ما بيعرف الصلاه، الوضوء واحد يتوضا من هناك القران لما تقول له كلام يقعد يحمر لك والله بيقعد لما تجي تقول تتوضا يعني لك تتوضا بدري، يعني زول لما تقول له يا اخي قراءك دي فيها انا يقعد يحمر لك تسكت تعمل شنو؟ الشيء اللي بتمناه من اخواننا ديل حلقه برا وحلقه في الجامع، ده الشيء اللي بتمناه وانا. وشكرا لكم. طيب الاخ سال بيتمنى قال برضه انه يعلمهم الوضوء والصلاه. اما الوضوء فجاء في حديث حمران مولى عثمان رواه البخاري وغيره انه دعا بتور وفيه ماء فافرغ على كفيه فغسلهما 3، يعني تغسل يدينك الكفين دين تغسلهم 3 مرات خلاص. ثم اخذ ماء وتمضمض واستنشق واستنثر 3 مرات ب3 غرفات، يعني الخشم والنخره بمويه واحده وتعمل ذلك 3 مرات. اما الدخل في النخره النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيط بن صبوره وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، يعني تدخل المو شديد في نخرتك الا في حاله الصيام لانه بخشيه الافطار. وفي الخشم قال فمضمض اذا توضات فمضمض، يعني تحرك المويه. ثم اخذ ماء وغسل وجهه 3 مرات، والوجه من فوق من منابت الشعر المعتاد الى اسفل اللي هو منتهى الذقن، والايمن من وتد الاذن الايمن الى وتد الاذن الايسر، وتفعل ذلك 3 مرات. ثم اخذ ماء وغسل كفيه الى مرفقيه، يعني ثاني تبدا من فوق من الاصابع لحد المرفقين وتدخل معاك المرفقين اليمين 3 والشمال 3، بعد ذاك شال مويه مسح راسه من قدام لورا ورجع ثاني لقدام، بعد ذاك شال مويه جديده مسح اثنين من الداخل والخارج، ثم الكراع اليمين 3 والكراع الشمال 3، ده الوضوء. ما في مويه او عندك مرض ما بينفع مع المويه تتيمم، والتيمم الصحيح ما زي حق الصوفيه. الصوفيه طبعا يقول لك تيمم ولفها كده زي البتاع الكونفو، ده كله باطل وده من التشدد، لانه اصل زول القاد عقيده قاد تيمم وقاد تراب ذاته. والله التيمم الصحيح زي ما ربنا ذكر في القران وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السنه، تضرب يدينك بالوطا مره واحده تنفخ التراب هوف، ما تلقاك شوكه ولا دريصه ولا غيره هوف، لانه ما القصد من التيمم التوسيخ. التيمم بتاع الصبي يقول لك اعمل كذي وجيب لحد هنا ولفه وليف الصباعين ديل قال كده، والله ما شفته واحد تلقاه يتيمم لما بيرجف لف الصباعين ديل كده قرب يتمضمض ذاته بالتراب لفها كده، ده كله باطل. خذ يدينك في الوطا مره واحده وانفخ هوف وامسح وشك اول
وبنفس المسحه ما تخوض يدك ثاني بالتراب، بنفس المسحه امسح ظهر يدك اليمين ويدك الشمال وقوم تخارج. انتهى التيمم، فضل الصلاه. الصلاه الالباني وده شيخنا سلفي كبير، عشان ما تقولوا سلفي ما بيتكلموا في الصلاه والطهاره، الف كتاب كامل في صفه الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصه الصلاه انك تستقبل القبله وتستر العوره وتنوي وتصلي بعد دخول الوقت وكل شيء في الجماعه وكذا. بعد ذلك تكبر التكبير، تفرج اصابعينك ديل، ما تفرجهم شديد ولا تضمهم شديد، وتجعل يدينك الاثنين اما حيال الكتفين او حيال شحمه الاذنين، دي تكبيره الاحرام، وتقول الله اكبر، وعندها ثلاثة صيغ في وضع الكفين في الصدر وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحه. الصيغه الاولى تضع اليمين فوق ظهر اليسرى هكذا تماما، الصيغه الثانيه تمسك باليمين الرزق وتشد بهما شدا على الصدر، الصيغه الثالثه تضع الكف اليمنى في نصف الكف اليسرى ونصف الاصابع من اليمنى على الساعد يعني هكذا. اما اللي بيخطوها بالجنب كده زي الصوفيه ها كده، دي ما صحيحه كده، ده ما صحيح. او صوفي تلقى برضه واقف كده يقول راجل زول في المواصلات، ده برضه ما صحيح. اها خدت يدينك هنا، دي كده مشينا منها. تقول دعاء الاستفتاح جاء في حديث ابي هريره في الصحيحين. انا ما اقدر اطول، كان شرحت لكم كده شهر نقعد نتكلم، نصلي وناكل ونجي، نصلي وناكل ثاني نجي، لكن ده اديك الجمله والخلاصه اذا عملت بها ان شاء الله صحيحه. طيب تقول دعاء الاستفتاح كما جاء في حديث ابي هريره في الصحيحين البخاري ومسلم، وورد بعده صيغ، والسنه في الذكر الورد بعده صيغ انك تنوع، الليله تقول ده بعد ذاك تقول ده، دي السنه. وممكن تكتفي بواحد اذا ما حافظ الا واحد. بعد ذاك تستعيذ بالله وتبسمل في السر، كان صلاه سريه ولا جهريه؟ اما في الجهريه تقرا الحمد لله رب العالمين جهرا، ما زي الصوفيه. الصوفي تلقى الله اكبر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، دي ما من السنه. لانه يجب حديث البخاري الصحابي الجليل قال صليت وراء رسول الله وابي بكر وعمر فكانوا كلهم يبدؤون بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الاستعاذة والبسمله في السر. بعد ما تنتهي من الفاتحه تقرا بطمانينه وتؤده، بعد ذاك تقرا ما تيسر من القران، بعد ذاك الله اكبر تروح ثاني وتركع، ظهرك ده يكون طبقه يكون شنو مستقيم، وراسك يكون حيال ظهرك، تقول سبحان ربي العظيم اقلها واحد وزد وتزيد ما شئت الى ان يحصل الاطمئنان. لكن اذا انت امام ما تطول بالناس تشق عليهم، لكن يحصل الاطمئنان وتصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. سمع الله لمن حمده، تروح ثاني بيدك زي في تكبيره الاحرام، وتقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الى اخره. بعد ذلك تسجد على سبع عظم، الجبهه والانف والكفين والركبتين وصدور القدمين. وفي السجود ما تنضب، المراه بتنضب لكن الراجل ما بينضب، يعني بطنه ما تتلصق مع فخذينه، شفت كيف؟ وعضلات الورا ما يتلصق مع فخذينه بالورا. وهنا بطينك ديل تجافي، العضدين ديل تجافيهم كده، الا اذا الصف ضيق ما تدق جنبك. ده السجود، تقول سبحان ربي الاعلى مره وان زدت فهو خير لك، واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. الله اكبر، تجلس بين السجدتين تنصب اليمنى وتفرش اليسرى، ويجوز تنصب الاثنين في الجلوس بين السجدتين من السنه كما في حديث ابن عباس عند مسلم. بعد ذلك تجد السجده الثانيه تقول سبحان ربي الاعلى كما قلت في الاول، وتفعل ذلك بصلاتك كلها، وتشهد وتشهد معروف، وتسلم تسليمتين، ما زي الصوفيه. صوفيه بسلم السلام عليكم وبس، دي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احيانا فهي سنه احيانيه. اما السنه الاستمراريه كان يسلم شنو يا جماعه؟ تسليمتين حتى في صلاه الجنازه، عرفتها؟ اما شغله بس هو الصوفيه يشوفوا الشيء يعني الشيء كده، المسلمين اغلبهم ما بيعملوا، يقوم يركزوا عليه ويقول لك لا بس كده بس، ده ما دين. يعني التركيز على شيء النبي صلى الله عليه وسلم عمله مره انت اعمله مره. زي النبي صلى الله عليه وسلم سلم كده احيانا تسليمه واحده، وبال واقفا احيانا، فانت افعل هذه الاشياء احيانا، ما تجعلها هي الاصل. الاصل في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم شنو يا جماعه؟ تسليمتين، دي الصلاه انتهت، ثاني بشنو؟ الصيام ان شاء الله مقرب رمضان نشرحه باذن الله والمنبر الجاي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل لما رسلوا قال له انك تاتي قوما اهل كتاب، ده انا اوريك بعد، مش وريناك الصلاه والوضوء؟ اعرف ليه احنا بنتكلم في التوحيد كثير، ده لازم تعرفه. فقال له انت ماشي لناس اهل كتاب، واهل الكتاب عندهم علم، لانه عندهم كتاب. مع انهم علم، مع انه عندهم علم، قال له فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله.
إذا ما وحدوه ما تعلمهم الصلاة، إذا وحدوه فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم بالصلاة. فنحن دايرين ناس توحد أول بعد ذاك نعلمهم الصلاة، وقاعدين نعلمهم. لكن ما ممكن أجي في جامعة صبية شغالين بجاي ليل ونهار ويقول الله عنده شريك، وتنادي المكاشفي وتنده البرعي وشغل الزرقاب بدي الولد بوقتين ذهب والبيت بوقت الذهب، وانا اجي اقول له لا ده انا اعلمك الوضوء. الوضوء طهاره في الظاهر، لكن ده داخله وسخان عنده شرك. انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالشرك نجس ونجاسه معنويه ونجاسه قلبيه. وبالشرك الله ما بيقبل الصلاه. ربنا قال عن المشركين ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ما عنده صلاه المشرك حتى لو صلى، ما عنده صيام المشرك حتى لو صام رمضان، ما عنده زكاة، ما عنده حج لو حج 80 مرة ما عنده حج. عشان كده بنتكلم في الأمر الأهم من الصلاة اللي هو التوحيد، أهم من الصلاة، عرفتها؟ فلازم تعرف الموضوع ده. والصلاة سهلة جدا، وده علمناها للناس في أقل من 5 دقائق تقريبا. ده الموضوع الوضوء كذلك. لكن العقيدة القبب الموجودة دي، نحن ما بندعو الناس يمشوا يكسروها يفجروها زي ما بيعملوا الناس الروش، لا، نحن بندعو الناس ان يكسروها في قلوبهم، ان يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى براه. دي الدعوه السلفيه اللي بندعو لها الناس. اما الاختلاف اللي قلت الناس اختلفوا تتمنى، نتمنى الناس ترجع، لكن ما نتمنى انها تتوحد على الباطل، انما نتمنى ان يتوحدوا على التوحيد وان يتوحدوا على الحق. كلمه سواء بيننا وبينكم، ليه؟ نتوحد لشنو؟ ان لا نعبد الا الله، ولا يتخذ بعضنا بعضا أرباب، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ده التوحيد اللي بتوحد عليه الناس. وإن شاء الله نتقابل الأربعاء القادم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم أجمعين.